السلام عليكم، صباح الخير او مش صباح الخير، يعني الساعه الوقت كام؟ رايحين مطروح انا والشباب ان شاء الله. الساعه دلوقتي 7 بالليل يعني بعد المغرب. الاتوبيس ميعاده 9:30، ودي حاجه مبسوط منها لان السفر بالصبح بيكون وحش جدا. فبحاول اجهز كذا حاجه، الشنط وما انساش اخد معايا 4 كتب، يعني كتب خفيفه ولطيفه. فواخد خواتم ابن جبير للكاتب محمد حشمت، شله الانس لمصطفى محمود، كنت قرات منه، يعني انا حتى ده انا قرات منه كتير كمان، بس انا كنت عايز اخلصه. قائد القران لابراهيم السكران، هي طريق الى القرآن، يعني كتب خفيفة لطيفة ولكنهم كنت عايز اخلصهم. يعني طور يا اخو فوزي، والله فين المايك بتاع فوزي المجتهد؟ قاعد بيخلص شغله عقبال ما اسامة يجي وهم يجوا. مجتهد يا ابني والله، وشايف بقى التايم لاين. وريم يا ابني التايم لاين يا ابني، استنى وريم يا ابني، وريم التايم لاين. عايش ما عمل الويب سايت بتاعي بس. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من معافاه السفر، كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في شركة أبو بلاش للنابلس. طبعاً اللي طلع معنا السنتين اللي فاتوا يعني أدي الرحلة سبحان الله جميلة جداً، وده بسبب حاجة واحدة بعد فضل الله أولاً وأخيراً، التوافق هذا المخ. يعني أحيان كثير ممكن يكون في رأي عام مش موافق لرأيك، ده عادي طبيعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلانا مختلفين للرب، فمش لازم ان كل حاجه تكون على مزاجك، عادي مشي كده طنش تعش تنتعش، يعني مش عادي، لازم نتقبل بالامر الواقع، لان احنا خدنا براي 33 واحد مش هنعمل حاجه. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لسه مصلين الفجر في المسجد هنا كده، وقفنا على الطريق، والساعة دلوقتي حوالي 5:45 كده، يعني لسه عن الشروق حاجة بسيطة، ومستكملين ان شاء الله. الفيو ده جامد بقى، لو فضلنا بقى مستنيين شوية عشان الشروق هيبقى جامد جدا الصراحة. شجر المحبة طرح، بس الطرح مش لينا، عمرنا ما جرحنا حد، بس الناس بتجرح فينا. يا موسى راح الثامن، يا موسى ما بتهاش جاموس، ليتها بارا يا ليل يا ليل، شمس الشموس يلا بنا نفرح ونحلق لبن الجاموس. الحمد لله وصلنا بعد يمكن 9 ساعات، 9 ساعات سفر، والواحد خلاص بقى ماتش قادر الصراحة خالص. هات ايه؟
استاذك ايه بعد سفرك ساعتين؟ إيه انا مبسوط يا جماعه، انا مش تعبان خالص على فكره. العنايه دي ما كانتش مغمضه ولا حاجه، انا بس يعني ايه كنت بشوف الشمس شكلها عامل ازاي وانا مغمض يعني. وصلنا على الساعة 9 كده، 9:30، ونمنا يجي 3-4 ساعات بس بقى مش فايق خلاص. دلوقتي نازلين ان شاء الله. يا عزيزي البلد بقى احنا ده لا يختلف في عقل روحي ان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان الراحة لا تدرك الا على الجسر من التعب، وان المصلحة لو ما لقيتش حد يدري يبقى الفلاح. اي والله حبيبي، اي والله يا عم ربيع. الصلاة والسلام على عاش يا ابطال. وانت ايه بتشجع ولا ايه؟ ما تطلع شوف الفيو عامل ازاي. سبحان الله. الشاطئ اللي احنا فيه ده اسمه شاطئ عجيبة، وهو يعني جميل جميل ما شاء الله، يعني جميل جدا. فاحنا تسلقنا هذا الجبل الصغير على امل ان احنا نروح للشباب هناك. انت بتعمل ايه هنا؟ طلع. بتعمل ايه هنا؟ طلع. طب خلي بالك وانت نازل بقى. ماشي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. خلاص الدنيا بتغرب، احنا مضطرين نمشي، مش نمشي يعني ننزل من فوق فوق بس الجبل ده، ننزل نقعد معاهم تحت. يعني هم زمانهم قاعدين تحت هناك، تحت بقى في الحته هناك كده. تعالى 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 حاسب بس. لا سيب بس ماشي براحتك انا. ما تخليك مع حد. تعالى تعالى معايا. خليك مع حد. النزول مش زي الفروع. مشكلة عندي إصابة. حلوة بس هي شكلها غريب. هي شكلها غريب بس. أنا كده في دي مصطبة هنا. تعال أنت بقى. لا لا انزل أنت. تعال بس أنا واقف أهو، أنا واقف على السلم أهي. أنا واقف على العتبة أهي. أنا بقعد. واقف على السلم دي. بس واقف. انت يا ابني معذب نفسك كده ليه؟ ما تهي بجد. اه لا لازم اعذب نفسي، مش عارف نفسي ان انا جامد. لا حول ولا قوه. هيدا البطاطس كتير جوسي. الحق حاتم دخل على شغلانتك. دكتور اسامه مبسوط معانا؟ انا خارج الخدمه حاليا. انا دلوقتي جيت هنا وعايز اقول ان محمد ابو بكر يا جدعان بيقول لي اقول لكم تفعلوا زي الجرس، بس هو ما دفعش فلوس، هو ما دفعليش فلوس دلوقتي. بس انا ايه
يعني انا حاسس برضه حالا ان هو شكله غلبان شويه، يعني ممكن يكون مش قادر مش معاه فلوس، يعني طبعا مش هقول الكلام ده قدام الكاميرا يعني. فهو ممكن عادي، مش كل الناس زي بعضها، في ناس يعني ربنا خلق الناس في منهم غني منهم فقير كده يعني، فعادي يعني مفيش مشكله. المهم يعني ايه، هو قال لي يا جماعه اعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل حاجه جديده، وعشان الراجل يكسب له شيء مع انه ما يكسبش حاجه اصلا. رز اللبن جه يا جماعه، فاستاذن انا نظره كده يا جماعه، نلقي نظره على رز اللبن. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. نخلص بقى نعمل لكم احلى ريفيو، وشكرا، السلام عليكم. كان معاكم محمد حاتم، اكسترا صوص دبل شيز برجر. شكرا، الحمد لله وصلنا. بس خلاص بقى يعني الواحد مفرهد جدا، خلاص ما عادش في طاقه الواحد يعمل اي حاجه، ولازم نصحى بكره تاني عشان نروح عند هنروح شاطئ ايه ده فوزي ده صحيح. المهم يعني نراكم غدا ان شاء الله.